وللمزيد عن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة ينضم إلينا مباشرة من هناك زميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود، أرحب بك وضعنا في التفاصيل لديك. أرحب بك مجددا يوسف من مدينة العلمين الجديدة. لازلنا نتابع الفعاليات المتنوعة. ربما يعني في الخدمة الإخبارية السابقة كنا نستعرض بعض الفعاليات المختلفة ومن خلفنا الأبراج والبحر، وهذا ما يميز مدينة العلمين الجديدة، لكن الفعاليات مختلفة ومتنوعة وتتواجد على أرض مدينة العلمين الجديدة، منها ما نتواجد فيه حاليا في مدينة العلمين في منطقة أرض المعارض، ونتابع معكم هذا التواجد المهم لمعرض تنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي. فعالية مهمة وتواجد مهم للسيدات الرائدات في الأعمال اليدوية المختلفة لتسويق منتجاتهن. هذا المعرض الذي يتواجد على مساحة 2000 متر يشمل عدد من السيدات العارضات، نتحدث عن 76 سيدة ما بين أسر منتجة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وما بين رائدات أعمال بالمجلس القومي للمرأة. نتحدث عن كل المنتجات اليدوية المختلفة، والحقيقة رأينا يعني الإبداع المختلف في المنتجات المعروضة. نتحدث عن الملابس، نتحدث عن المفروشات، عن الإكسسوارات، عن الأعمال الخشبية المختلفة والنحاس. نتحدث أيضا عن مشاركة بعض المبادرات الوطنية المهمة الموجودة، ونتحدث على سبيل المثال كما يظهر من خلف مبادرة نورة، هذه المبادرة التي أطلقها المجلس القومي للمرأة وتأتي تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تمكين الفتيات في سن مبكر وتدريبهن على الأعمال المختلفة. يتواجد عدد كبير أيضا من العارضات للمحافظات المختلفة مثل أسوان وسيوة، وعرض المنتجات التراثية لهذه المحافظات. أرض المعارض هي منطقة جديدة تتواجد في النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة أمام المنطقة الشاطئية التي تشهد أيضا عدد من الفعاليات المختلفة، وربما اليوم ستعود الفعاليات الخاصة بوزارة الثقافة الخاصة بفرق التنورة وأيضا الفنون الشعبية المختلفة، بالإضافة إلى الملاعب أيضا في المنطقة الشاطئية التي تستضيف عدد من الفعاليات الرياضية خلال هذا الأسبوع. وهذا المعرض سيستمر حتى 25 من أغسطس الجاري، وهو محطة للجولات التفقدية التي يأتي إليها كل الزائرون وكل المسؤولين من مختلف المؤسسات والوزارات المختلفة، وهذا أيضا نتيجة التعاون المثمر بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة والعديد من الفعاليات القادمة التي سنشاهدها وسنتابعها معكم في مدينة العلمين الجديدة. الآن أعود إليك مرة أخرى في الاستوديو يوسف. زميلي محمود جميل كنت معنا مباشرة من العلمين الجديدة، شكرا جزيلا لك.